نرجع في الجزء الثاني مع ضيفكم هذا الصباح سيد محمد فاضل الكريم وزير تكنولوجيا الاتصال، مع جزيل الشكر لكم على الاستماع والمشاهدة. سيد الوزير، قلنا هل صحيح انطلقنا في التجارب في السنجي؟ في التجارب السنجي انطلقنا، فما جوز مشغلين اليوم قاموا زوج مشغلين هما اتصال تونس ووليدو، والمشغل الثالث اورانج مازال ما عنديش البرنامج نتاعهم في التجربه هذه، ولكن اعطيناهم افكتيما رخصه باش يعملوا التجارب. بدات التجربه هذه من دونك الشهر هذا، واش تتوصل حتى السنه القادمه ممكن بتوسيعها اكثر، معناها ممكن منطقه نموذجيه ولا مشروع نموذجي يكون فيه تشريك فاعلين اللي يحبوا يستعملوا 5G. تعرف 5G التكنولوجيا فما عديد من التطبيقات اللي يستناو فيها، خاصة التطبيقات اللي يستعملوا التكنولوجيا طون ريال، كيما نقولوا السيارات الذكية لي فوتور كونيكتي، كيما الآلية الشيرورجية مع العملية الجراحية عن بعد، العملية الجراحية مش التطبيب عن بعد، العملية الجراحية عن بعد اللي وكما كذلك توسكي اندوستري 4.0، توسكي روبوتيك اوتوماتيزم وغيره. دونك هذوما يستحقوا التكنولوجيا هذه. دونك احنا قلنا لهم اوكي باش تعملوا اختبارات وتعملوا تجارب وتعملوا حتى كما نقولوا بروجي بيلوت، مشروع نموذجي، ولكن بتشريك العناصر هذه اللي يحب يشارك معكم باش تفتحوا لهم مجال باش يشاركوهم، وهذا كل باش نمجيو نبنيو شنو نقول ليكو سيستم اوتور دو لا 5G. خاطر 5G تقنية مهمة ياسر، هي تعطي طبعا عديد من التسهيلات، معناها مقارنة بالكتجي خاصة فيما يخص سرعة التدفق اللي هي سرعة التدفق كبيرة ياسر، معناها ما بين 10 و 100 بارابور مقجي، لكن كما قلت عندها الخاصية هذه فيما يخص الطون دو لاتونس اللي تخلي توسكي تريتمون طون ريال تخليه معناها البو لاسوري. وهك علاش انا نحبوا هالتجارب هذه تكون اوتور دو لابليكاتيف اوتور دو لوزاج نتاع التقنيه على الميدان مباشره. وكذلك في موضوع اخر، موضوع الامن السيبراني والامن امن التوسكي المعلومات، معلومات الوطنيه، امن وطني هذا الامن السيبراني والامن كذلك، معناها كما قلت الأمن المعلوماتي، المعلوماتي. هذا زاد حاجة مهمة ياسر، فما 5G تتيحنا مجالات استعمالات كبيرة ياسر. البيانات اللي تتعدى على 5G واللي تستعمل معناها زاد الكبير ياسر، وقدرة 5G على استيعابها كبير. دونك يلزمنا زاد فيما يخص الأمن، اكسسوار الامن المعلوماتي والامن السيبرني يكونوا زاد حاضرين بارابور سا، وهكذا زاد فما تجارب ممكن زاد تصير في المنهى العام الجاي في نطاق هذه المشاريع. العام يكفينا نجم نكونوا جاهزين 2022 5 جي في تونس، نجم نقولوا هذا ان شاء الله. الهدف نتاعنا هو انه الاطلاق التجاري لخدمه 5 جي يكون في 2022. احنا من توا بدينا نخدموا على كورس الشروط اللي كان يتم اطلاقه السنه القادمه، دونك بعد بضعه اشهر، وما خلينا الوقت باش نعملوا الاختيار نتاع وطريقه كذلك اسناد هذه الاجازه. قبل ما نمر للموضوع القادم، قلت نحب نرجع على حاجه في خصوص الديبي جو بون. فيما يخص معناها تطوير البنيه التحتيه خاصه، وتطوير شبكه الانترنت على التدفق. اللي حبيت نقوله انه فما عندنا مشروع تم اطلاقه في 10 اكتوبر الفارط اسمه جوفتيك. جوفتيك هذا مشروع قاعدين نخدموا عليه بشراكه مع وزاره التربيه وزاره الشؤون الاجتماعيه ومع السيد الوزير المكلف بالوظيفه العموميه. والهدف منه هو الهدف معناه فما هدف اساسي هو ربط المؤسسات التربويه بالانترنت العالي التدفق، وخاصة مؤسسات التربويه الموجودين في داخل في الولايات الجمهورية معناها داخل البلاد اللي اليوم الالياف البصرية ما وصلت لهمش. هذا المشروع هذا، وكذلك فما دور خدمات رقمية شتعمل، وكذلك فما خدمات إدارية كذلك شتعمل. دونك هذه منظومة مشروع متكامل، ولكن نحن نتكلم سورتو على ربط المؤسسات التربوية بالالياف البصرية وبالانترنت العالي التدفق، اللي شي يمكن
اللي كي نوصلوا احنا كي احنا بالمشروع هذاش نوصلوا الالياف البصريه الى بعض المناطق اللي هم ما عندهاش، هذا شيء سهل على بعض على المشغلين، وهذا ايش نطلبوا منهم؟ انه يوسع، وانه يوسعوا ويعموا هذه الانترنت العالي التدفق في المنطقه اللي يوصلها خارق العاده. هذه حاجه مهمه ياسر، وهذا معناها مجهود من الدوله باش تشجع تطوير البنيه التحتيه فيما يخص ما هو انترنت قار. خارق العاده. ولينا نقدموا في المشروع، انطلق في المشروع اكتوبر. انطلق نقول انطلق في اكتوبر، وانطلق الدراسه نتاعو. الدراسه نتاعو هو مشروع كبير ياسر. على قداش من عام؟ على من هنا 2024. 2024 ممول من شكون؟ من البنك الدولي للانماء، وقيمته كبيره، قيمه 100 مليون دولار. 100 مليون دولار تقريبا 270 مليون دينار. وهذا هذا حاجه مهمه ياسر الحق. احنا انا سعيد وان المشروع هذا تم اطلاقه، لانه كما قلت وعندنا معناها الاعتمادات موجوده، دونك حاجه مهمه ياسر، خاصه بالنسبه للقطاع التربوي، لانه معناها التربيه مش رقميه، التربيه اللي تعتمد على الرقمنه ان شاء الله تكون حاجه واقعيه لكل التوانسه الكل، مش كان لفئه من التوانسه اللي هما معنا موجودين في بعض المناطق معنا مقارنه بمناطق اخرى. وكما شفتوا في وقت بدنا مع تبديت جائحه الكوفيد، وقت اللي حبينا نعملوا التعليم عن بعد عملناه للطلبه للبعض وما نجمناش للبعض الاخر، ما نجمناش علاش؟ لانه ما كانش فما معناها ليغاليتي دي شونس معناها بالنسبه للتلامذه هذوما، فما مناطق ما فيهمش انترنت، ما فيهمش انترنت يخليهم يتابعوا الدروس نتاعهم ديستونس. نمشي معاك الموضوع رقم الاداره وتبسيط الاجراءات، وين وصلنا سيد الوزير في هذا الاطار، خصوصا بعد صدور الامر الحكومي 777 والمتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات. هذا راهو البعض ما نعرفش وراي وصلتك سيد الوزير بوينغ الامر الحكومي هذا، زعما مش يكونوا بوينغ ولا لا؟ هو بوينغ ومش بوينغ، ان توكا هو امر حكومي ثوري. ثوري علاش؟ لانه الهدف نتاعو هو قطع كومبليتمون بالطريقه نتاع التعامل في الاداره، في صلب الاداره، ما بين الادارات وبين المنشات، وكذلك ما بين الاداره والمنشاه والمواطن ولا المؤسسه. والهدف منه معناه الهدف منه كان حاب نلخصه هو استعمال كل ما هو الكتروني في هذه المعاملات. وقت اللي عندنا معلومه كل استعمال كل ما الكتروني، وقت اللي عندنا معلومه موجوده في الاداره لا يجب ان معناها ان تطلب مره ثانيه من المواطن والمؤسسه معناها عبر اداره اخرى. يكفي انك تيتها الاداره فتعمم بين كل اداره، باش ما تقعدش. فما الاداره هي اللي تنجم، هي تنجم مثلا ناخذوا الكام تاع المضمون اليوم قاعدين دينا مثلا من تطبيقات شفنا المضمون الالكتروني مثلا اللي مباشره تاخذ وزاره التربيه من الحاله المدنيه، ما عادش احنا نقدموه. اكزاكتومون. قول لك اكتب الاسم واللقب ودار نيسونس فقط تاريخ الميلاد. اكزاكتومون. دونك هذا مضمون بانه موجود في الحاله المدنيه، موجود عند وزاره الشؤون المحليه والبيئه، ما نجموش وزارة التربية تعاود تطلبوا مرة أخرى، لأنه نشوف الإدارة ككل، كدولة معناها دولة معناها إدارة معناها عامة نجم نقولوا، معناها أي معلومة موجودة ما عاودوش نطلبوها. دونك بدينا احنا في تطبيقه مع المضمون، لأنه المضمون أكثر وثيقة اليوم قاعدة تطلب واللي عملناها مش كان مع وزارة التربية، عملناها كذا اجتماعية. اليوم السي ان اس اس والسي ار بي اس والكنام ما عادوش يطلبوا المنظوريهم باش يجيبوا المضامين، هذه حاجه تسهل لهم حياتهم، ما عادوش يمشيوا يسدوا الصف وصبك المضمون ومره في العام وكذا. صحيح. دونك هذا ما عادش يعملوه بدايه من سبتمبر اللي فات، من شهر سبتمبر اللي فات، دونك حاجه جديده. كذلك ننتظر في الايام القادمه الحق مع نختم وزاده مع وزاره الداخليه لتسهيل كل الاجراءات فيما يخص طلب او تجديد بطاقة تعريف وجوازات سفر اللي فيها زاد طلب للمضامين، وكذا ان شاء الله من بداية جانفي نستناو وزارة الداخلية باش يقوموا بالاعلان هذا، حاجة كذا تسهل حياة المواطن. والهدف نتاعنا شنو هو؟ تسهيل تبسيط الاجراءات. شنو تسهيل تبسيط الاجراءات؟ لتسهيل حياة المواطن وتبسيط الاجراءات للمؤسسة، وربح الوقت للمؤسسة للمواطن. كذلك في الاداره نفسها انا اليوم دوز منظومات قاعدين نستعملوا فيهم، هي الجستيون الالكتروني دو كوري، التصرف في الالكتروني للمراسلات، واللي تم تعميمها بدات من الاول منذ معناها على ستة وسبعة وزارات اللي قاموا باستعمالها من 2017 حتى بدايه 2020، واليوم فما عممناها على الوزارات الكل،
واليوم قاعد بشوي بشوي قاعدين نستعملوا فيها، والهدف منه أنه كل مراسلة تجي ورقية لتولي إلكترونية معنا بسكان، وبعدك في كل التبادلات تكون معناها تكون كان إلكترونية، ما عادش يمشي واحد بالورقة بالورقة، يمشي من ديبارتمون لديبارتمون ولا من إدارة لإدارة ويهز الورق هذا. وكذلك نستعمل في منظومة بطبع مش مدين مش جيسيون دو كوليك اللي هو المساجري، عشان اليوم عندنا اتفاقية مهمة مع مايكروسوفت اللي تمكننا من استعمال المساجري في نت قواسة، وكذلك اللي اليوم تمكن فينا نستعمله في أدوات كما أدوات الفيديو كونفرنس، الفيديو كونفرنس والفيديو اللي نستعمله فيهم اللي هي تيمز، واللي تخلينا اليوم فيكتيمون في الإدارة أن نستعمل الحلول هذه، حلول رقمية للتواصل بعضنا ولتبسيط الإجراءات الداخلية. دونك هذا الحق هي بداية قاعدين نبنيو عليها، بالطبع الأمور تاخذ شوية وقت شوية بشوية، والمرسوم 7-7 واضح، معناها الهدف نتاعنا هو أنه نمسو 100% رقمي لو سي بوسيبل. فما حاجات ممكن قداش وصلنا الان حسب رايكم سيد وزير التكنولوجيا الاتصالي؟ صعيب اليوم باش نعطي، مازلنا بعد ما نجمو نوصلوا في عام عامين ثلاثه، هذه بالطريقه يلزمنا اكثر من عام عامين ثلاثه باش نوصلوا، ولكن احنا على في معناها في اون طران دافونسي، معناها القطار تحط على السكه وبدا يتحرك. والحق ونحب نشكر كل المصالح كذلك في رئيس الحكومة وصراحة المسؤولين على الوظيفة العمومية اللي قاعدين الحق يتحكوا بمعناها خدمة كبيرة قاعدة نعملوا فيها مع بعضنا، باش التطوير هذا في الإجراءات وإدخال واستعمال الرقم تكون حاجة معناها ملموسة في الإدارة، خاصة وأنه راهي مش مسألة حلول برك، هي مسألة حلول، مسألة ثقافة زادة، ثقافة رقمية زادة، فما توت أن أكومبانيمون قاعدين نعملوا فيه في الوزارات باش بشوي زاد يستعمل. مش سهل واحد يكون يخدم بطريقه معينه يقول يخدم بطريقه اخرى اللي هي كومبليتمون ديفيرونت، اللي ما فيهاش اوراق وما فيهاش حاجه جديده بالنسبه للمهم. جديده ما انت عن المهم يلزم بالطبع، ما عندناش خيارات باش نبني على هذا. فما تجربه رائعه جدا واحنا عشناها، لانه البيدل التونسي هو الراعي الرسمي ليوم سعيد منذ جويليا تقريبا 2020 الى نهايه هذا الشهر. خلنا في التجربه هي بالتعاون وبرعايه البريد التونسي، وبسطنا ووصلنا ما يتحقق في البريد التونسي. ووقفت على حاجه سيد الوزير، كونه كل يوم فما تطور كبير في الخدمات الرقميه وفي الاقتراب اكثر من المواطن وإيصال الخدمة للمواطن حتى المنزل وحتى التليفون، فما التطور صراحة يشكر عليه البريد التونسي. لكن البعض الآخر يتحدث على عملية تكبيل صبوات محطوطة للبريد التونسي في خصوص تحوله إلى بنك رقمي. هل تجاوزنا هذا الموضوع ولا فما مشروع قاعدين تشتغلوا عليه كوزارة تكنولوجيا الاتصال لنسيبوا نتقلوا إليه شوية البريد التونسي؟ وشوف، شكرا على هذا السؤال. اولا نحب نحيك معناها كل زملائي وعوان البريد على العمل اللي قاموا به، وعلى العمل اللي قاموا به زاد مره اخرى نحب نذكر اللي قاموا به في فتره بدايه الكوفيد، هم التجند جندوا بدمنا الكبير جيش البريد، يعني الجيش الاصفر حقق قاموا كبير، وكذلك قاعدين نعملوا بعمل كبير ياسر في مجال رقمنا. اليوم البريد عنده معناها تصور، عنده استراتيجيه نتاع طبعا هيكله ويعد هيكله النشاط نتاعو، وتتمحور في ثلاثه حاجات. المحور الاول هو الرقمنه، هو ادخال الرقمنه في كل بالطبع استعمال الرقمنه في الخدمات البريديه وتطويرها. المحور الثاني هو تطوير المنظومه اللوجستيه، يعني ما تعرف اليوم البريد العادي البريد الكلاسيكي اللي هو نبعث معناها جواب ولا مراسله كل شيء معه، ولا تعوض اكثر من بالبريد الالكتروني، وكريت حمل البريد في المستقبل سيكون عبر طرود في البريد الساري خاصه مع تطور كل ما هو محطات الكترونيه للمنصات الالكترونيه للبيع وكل شيء. دونك هذا الكل، هذا زاد محور ثاني هو تطوير المنظومه اللوجستيه وتطوير البريد السريع. والمنظومه الثالثه هي البنك البريدي، مش البنك الرقمي، هو البنك البريدي اكثر من يعتمد معنى الكلمه. الحق احنا قاعدين نخدموا في المنظومه في المشروع هذا، قاعدين فما نخدموا معناها بنسق كبير مع البنك المركزي،
وانا عندي كل شهر، كل يوم اربعاء، كل ثاني اربعاء من يوم شهر، من كل شهر سامحني، عندي لقاء، معناها اجتماع، عندنا اجتماع ما بين البريد التونسي وما بين الوزاره والبنك المركزي على هذا الموضوع هذا. وقاعدين وعاملين لجنه ثلاثيه، هي لجنه فيها وزاره الماليه ووزاره تكنولوجيا الاتصال والبريد والبنك المركزي، باش يعطيونا هنا بضعه اسم، معناها من هنا جانفي، اخر جانفي بتاتر ديبي فيفريي، يعطونا التصور نتاعهم كيفاش باش نحطوا، معناها باش نجسدوا البنك البريدي، وشنو هي خريطه الطريق لتجسيده، خاصه وان نجم نقوموا بها عبر المراحل. دونك هذا الحق قاعدين نقدموا فيه وقاعدين ماشيين فيه، معناها واليوم بكل صراحه محمد فاضل الكريم لم يتراجع على هذا المشروع. لا لا لم نتراجع، وواقف على المشروع هذا، ولربما سيتحقق في السنه القادمه او من بعدها. بالعكس، احنا الهدف نتاعنا هو انه يكون اطلاقه يكون في السنه القادمه، اطلاقه في السنه القادمه 2021، ونبداو بطبع الانجاز نتاعو. وكما قلنا ممكن انجاز على مراحل، خاطر الخدمات البنكيه تنجم تجي على مراحل في حسب الامكانيات نتاعنا وحسب دونك احنا الحق المشروع هذا مشروع استراتيجي ومهم لديمومه البريد واضح التونسي. دونك هذا بالعكس ما تخلينش عنه، بالعكس قاعدين حطيناه لو سي حطيناه على راي. علاش؟ على خاطر لقينا ممكن تمشي وقت اللي فما تمشي اللي ممكن فيه صعوبات كبيره، وعن طريق شراء ممكن بنك وكل شيء، اللي طلعت ماهوش الخيار الانسب حسب اراء المختصين. دونك مشينا في طريق اللي هو ونصحونا به كذلك البنك المركزي، اللي ولات عندنا علاقه نتاعو الحق علاقه طيبه ياسر، انا ممكن تبدل زاد بارابور افون، نتعاونوا وقاعدين ينصحوا فينا. الحق نحب نشكرهم الكل، نشكر على راسهم السيد مروان العباسي المحافظ البنك المركزي، وكذلك كل الفريق اللي قاعدين يساندوا فينا ويشكوا معناها ويساعدونا باش نأطروا هالمشروع هذا. المشروع مهم لانه مشروع وطني، مشروع هذا البنك البريدي مش تولي سمعت ناس يقول هذه بنك احنا عندنا 23 بنك تولي البنك رقم 24، وهذه حاجه اخرى. هذا الادماج المالي عندنا مهم، عندنا والدور قاعد يلعبوا فيه الان، يلعب فيه البريد يحب يطوروا الادماج المالي. والادماج المالي احنا من الاهداف نتاعنا كوزاره، من الهدف الاولى من الاستراتيجيه نتاعنا 21 25 هو الادماج المالي. والادماج المالي عندنا زوز، عندنا لي زاكتور نتاع الادماج المالي، لي زوبيرات هما البريد التونسي والمشغلين، مشغلين اتصالات. البريد التونسي الادماج المالي نتاعو بالتموق بالعدد مكاتب البريد ووصوله لكل نقاط الجمهوريه تقريبا، والرصيد الثقه اللي عنده عند المواطنين. صحيح. كنت نجم نعطيكم معلومه مهمه ياسر، الوقت اللي عملنا كنذكروا في بدايه ازمه كوفيد، وقت عملنا خرجنا كالايوالات البرتموني الالكترونيك في لاعطاء المساعدات من 200 دينار، وقت عملنا اقترح وقت على تقريبا 380 الف مواطن يستحقوا المساعدات هذه، قلنا لهم شنو فين تحب تاخذ الفلوس نتاعك، واعطيناهم ليست فيها او البريد ومؤسسات اخرى، بنوك اخرى، ليست نتاع بنوك. 96% من المواطنين اختاروا البريد، 96%. أنا سمعتها الكريدي كونفيونس الموجود، معناها الثقة الموجودة في البريد اللي لازم نستغلوها باش البريد يكون أكثر قرب، ويعطي بالطبع يكون قادر على إعطاء خدمات صرفية وخدمات مالية للمواطنين في كل المناطق اللي هو موجود فيهم اليوم. نعم، باش نختم السيد الوزير، مش عندي تقول لك زوج مواضيع مهمة هما. الأولاني، وشفت حضرتك تتحاول وتواكب التظاهرات هذه الخاصة بالشباب التونسي المبتكر، هذا الشباب اللي يعمل كيف الستارت ابور هذوما، ان صح التعبير لهنا، فمشروع تونس الناشئه. ونوصل للسيد الوزير، هذا الحق من المشاريع اللي نجمو نفتخروا بها. كما تعرف المشروع هذا التفكير فيه بدا من 2016، خدموا عليه العديد من الفرق. الوزاره نتاعنا بالطبع هي كانت القاطره، وزاره تكنولوجيا الاتصال. في 2019 اكزاكتومون في افريل 2019 بدا تطبيق المشروع هذا، معناها الاطار التشريعي نتاعو تم مسطغ عليه في 2018، وفي افري 2019 تم بدايه من تطبيق هذا المشروع، وتمت اليه كما نقولوا اعطاء علامه المؤسسه الناشئه بدات. اليوم على فما تقريبا اكثر من 700 مؤسسه ناشئه طلبوا هاللابيل هذا. قداش من العدد اللي تحصل حسب التقريب سيد الوزير؟ نعم، قداش اللي تحصلوا عليها حسب التقرير؟ يتحصلوا 380. باهي،
اكثر من 82 تقريبا معدل 20 مؤسسه ناشره لابيليزي بار موا. وريتم الحق لما قعد ماشي حتى مع ازمه الكوفيد وكل شيء مازلنا نتوصل الديناميكيه موجوده. الحق هذا المشروع خلق ديناميكيه مهمه ياسر، ديناميكيه خلتنا هالمشروع هذا يكون زاد مشروع نموذجي حتى في افريقيا. احنا تعرف تونس هي مشاركه في شو اسمها مبادره اسمها سمارت افريكا، الاليانس سمارت افريكا، وفي الاليانس في المبادره هذه فما عديد من من المشاريع اللي هي تاخذ كمشاريع نموذجيه ونحاولوا نعموها على عديد من البلدان، ومنها المشروع هذا ستارت اب ولا تونس ناشئه ولا ستارت اب تونيزيا اللي هو قاعدين زاد يعموا فيه بشوي بشوي على البلدان الافريقيه، واحنا تونس كذلك هي واخذه القياده في هذا المشروع هذا باش نعموا فيه. واخذينا كذلك عديد من معناها فما لا كونيسونس فما في الاي تي يو في الاس ام اس سي اللي صار في سبتمبر اللي فات، اخذينا كذا جائزه اعترافا بقيمه هذا المشروع فيما يخص دفع المبادره ودفع التجديد. نعم، باش نختم معك سيد الوزير، احنا نودع في الثلاث ايام زدنا ونودع 2020، نستقبلوا سنه اداريه جديده 2021. اهم اولويه ولا زوز اولويات اللي عند محمد فاضل الكريم وزير تكنولوجيا الاتصال في 2021؟ شوف انا اهم اولويه الادماج الرقمي والادماج المالي. الادماج الرقمي والمالي الرقمي هو اللي قلت من بكير، هو التسريع في بسط وتطوير شبكه الانترنت العالي للتدفق. مش معقول اليوم فما انا معناها بلاد ادو فيتاس، فما مناطق فيهم الانترنت هي ومناطق عندهم انترنت ماهوش معناها بالجوده الكافيه. دونك هذا حاجه مهمه ياسر، والبروجي جوفتك اللي حكينا من بكري هو من اول معناها الاليات اللي مكننا من تطوير هذه الشبكه. الثاني هو الادماج المالي، حكينا الادماج المالي عبر البريد هو حاجه مهمه ياسر، وفما الادماج المالي عاده بالتقنيات وسباق التقنيات الحديثه وخاصه عبر الموبيل. واليوم اللي موبيل نتحدث على هاتف الجوال، هاتف الجوال نعم. اليوم ثلاثه مشغلين قاعدين يشتغلوا على مشروع واحد باش يتم اطلاق مؤسسه دفوهات يعني تابليسمون دو بيمون، ان شاء الله زاد يكون في العام الجاي. وبالاطلاق المؤسسه هذه باش تكون مؤسسه خاصه فيها ثلاثه مشغلين، ثلاثه مشغلين باش يكونوا خارق العاده، واللي باش يتمكن اللي وقت اللي يطلق السيرفيس اللي دي وان من اول نهار اي مستعمل هاتف جوال مهما يكون النوع نتاعو، مش لازم يكون سمارت فون، يكون عنده ولوج للخدمات الماليه هذه، وحاجه تسهل بالطبع الحياه على التونسي الكل. شكرا لك سيد وزير التكنولوجيا الاتصال سي محمد فاضل الكريم، ابقى معنا باش نخرج الان في محتوى اشهاري نختموا به حصتنا كالعاده. هذا المحتوى اشهاري. المحتوى